شي بالمرة شيل البطيخ من ايدك، واحد مثلك ما خرج يستعمله. الله يخليك الله يخليك يا معلم، تتركها لا تخليني اعمل شي اكبر مني. الله يخليك ولك شيله من ايدك احسن ما طعميك ياها. بشيله بس تتركها. مالي تركها؟ انا مالي شايله. ولك جابر مشان الله او ببالي مشاني تركها. مالي تركها؟ عم بحكي معك. هذا اخر قرار عندك؟ ايه هذا اخر قرار عندي. وشيل هالبطيخ من ايدك احسن ما تطلع معي اكثر ما لا طالع معي الكفر مكفر من الكاميرا. ابو نبال انا بعرف انك عم تعمل هذا الشيء مشاني. انا ما بدي هيك. انا سامحت. انا ما بسامح. معناتها بدك تخسرني ها؟ ولك مين انت ولا حشره لحتى اخسرك؟ يبلها الحديده من ايدك. لو بيطلع بايدك تكبس عسنان ما كانت الناس ركبت على كتافك وساوتك ممسحه ولا. شرفي معي وبدون أي صوت. السلاح بإجابة. إيه وقوص عليه وقوص على حاله كمان. بعد ما طلعت جابر قوص على حاله. ليش؟ مشان يفهموا إنه مانو خاين وإنه عمل هيك بس مشان يخلص من بين إيديه. شو يا ناصر؟ سيدي أنا باين لأنه فرصة ذهبية وجدت نار جليها. أمو نبال لابس العزان؟ إيه. ما استبعدنا سيدي، خلينا ننطر شوي رح يطلع وكي وساعتها رح يكون مسكن أسهل من أي شيء. سنة خلف فاجونا بأي حركة. سيدي نحن مسكرين كل مداخل الحارة، يعني ولا سيارة رح تقدر تفوت لقدام البيت. أنا عملت جولة حوالين البيت، طلع البيت ما بيطل غير على هذا الكوح، يعني إذا اثنين متصوبين رح يطلعوا من الباب. طيب خلينا ننطر. خلوني روح. سكر الباب سكر الباب ولا حرف. الله يخليك خليني روح. والله أنا ما لي علاقة بشي وحياة الله. خلاص خلاص ولا حرف. أنا ما بخون، أنا ما بحط اليد اللي تبدد لي. يمكن أنت تكون صح. هاي الدنيا ما بدها طيبة قلب، ما بدها واحد إلا حاضر. هاي الدنيا بدها قلب ميت، واحد إلا لا. بس اللي فيه طموح ما بتغير. بترجاك سامحني. بترجاك أنا وسط حالي بس مش هالحس بالوجع اللي أنت حاسس فيه. أنا حبيتك يا معلم والله.
مع انك ما بتشبهني بشيء، بس حبيتك كثير. مشان هيك انا جاهز، انا جاهز لحكمك. سكر بوط رجلك. يا ويلك، يحس انه في حدا غيرك عم يسمعك. الو الو رندا، وين انقبرتي رحتي؟ ما بعرف، طلعت اركض. تروحي بتدوري لنا دكتور جراحه عامه، بتنكشي من تحت الارض، بتقولي له اخي وقع من على الدرج، خليه يجيب معه كل عدته ويجي بسرعه، ترى دمنا رح يصفى. طيب جاهي على حاره، يلا بسرعه قد ما فينك بسرعة. حاضر ناصر، اطلع على عيادة اي دكتور، جيب لي شتيته بسرعة. بدك تفوت انت سيدي؟ بدي فوت، بدي اجيبه مثل كلمة. ما نروح على مستشفى، بدنا نحلها هون بمعيتك. وضعه هو اللي بيحدد الحياة. شرف لجوا، شرف. تفضل. أنا ما بدي فوت لجوا. خليكي هون بجوز نعتازك. شرف دكتور. شرف. نعم شو؟ هلا هي وقعة هي. شلنا الرصاص وتخيط لنا الجروح وعلى السكت. قوصوا بعض. شو انا عادة يعني بشتغل على السكت، بس يعني اذا في شيء سرقة او جريمة قتل او يعني بدكم تعذروني يا شباب. هلا بلا كتر حكي، انت عم تنقي ودمنا عم يصفى. لا تخاف، ما في شيء من اللي ببالك. يلا بلش فيه وريحني من صوتك. طيب اقعدوا جنب بعض، تفضل. لا داوي بالاول، انا بتحمل. مو قصة تتحمل، بدي اشوف مين اصابته اكبر. نفذ الاوامر، تفضل لو سمحت. ماشي، لو بدك. اشلحوا ثيابكم. قصدك البنطلون فوق الجراح؟ لا لا، مو فوق كمان. شو جاب فوق؟ لا تحت لعد الجرح لك يا اخي. هلا انا الدكتور ولا انت؟ أنا بعرف حد شو عم بحكي، ضلوا بالداخل وبس، بدي أعمل عليكم كشف عام، تفضل لو سمحت. ماشي، مثل ما بدك. وين البنطلون؟ أيش شلحنا لك؟ بلش. شو قال؟ زنار صوف، ما بحسب بلا ببرود. انتو مين؟ فهموني ولك خلصنا بقى حاجة. لعي رح اقوم ابتلي فيك. ها شلح. ما بشلحوا لهاد، ما بشلحوا.
لا بدك تشلحهم وعلى كيفك. يعني لو حضرتك دكتور ما كنت طلبتني لحتى عالجك، مع انه قلبي حسسني انك رهابي، بس الشرف المهني بيحتم علي اني عالجك. يلا نفس اللي عم بقول لك اياه، خلينا نبلش معالجه. الحزام ما بيشلحه يا بني ادم. انا بدي اعطيك برد مخدر، بخاف يضيق نفسك، ما بدي اي قطعه ثياب تلبكني. وما بدي مخدر، خيطني بدون مخدر. شو على اساس عامل لي رجوليه؟ يعني اذا في مخدر ليش لحتى تتوجع؟ ولا مدمن وجع حضرتك؟ من الاخر ما راح اشلحه للحزام. طيب فهمني ليش؟ اخ يا بني ادم ما بشلحه، هذا شقفه مني، مثل ايدي مثل رجلي، ما بينشلح معي، فهم؟ يا اخي رفيقك هذا صار له ساعه عم بيعذبني، احكي معه. انا بدي اعرف بلش شغل هيك بتلبك كثير، والا ما بلش، بدي امن على حياتكم. يا اخي يا اخي يا اخي